الجميع كان فيهم مقابلة قوية، لعبنا ضد واحد الخصم اللي صعيب تساوي تقريبا على النقاط تقريبا النتائج، يعني حتى فارق الناس انه يكون في هذا المكان هذه. نتمنى ان شاء الله يبدأ الموقف في المباراة الناجحة. كيف شفتوا يعني المباراة كانت يعني تحديدية كبيرة، احنا حاولنا نتحلل من جهة ديالنا، يعني حنا باقي ما شفنا امل يعني باقي تعقلوا باش نحصلوا البقاء ديالنا في القسم الاول. اللاعبين تنشكر اللاعبين على المجهود البدني والمجهود الذهني، اللاعبين كانوا مركزين، يعني بعض النقاط داخل الميدان حاولنا نقلبوا عليهم يعني خارج الميدان ديالنا. حتى نقطة من داخل مدينة برشيد في ظل الظروف اللي تعيشها الفريق الخصم ستبقى النتيجة إيجابية. نتمنى إن شاء الله نزيدوا نحسنوا الموقع ديالنا في الترتيب، وإن شاء الله نبقوا غاديين في هذه النتائج الإيجابية. أكيد كما قلت يعني حتى في المباريات لازم تنشاهدوا داخل الميدان، يعني تكون واحد الحضور جماهيري كبير، عندنا جمهور كبير، عندنا جمهور يعني شغوف حتى هو تقلب على يعني النتائج. نتمنى إن شاء الله نرجعوا له هذيك الفرحة، نرجعوا الفريق للسكة ديال يعني الانتصارات الكبيرة، يعني الألقاب، نرجعوا البوديوم. ومن هذا المنبر هذا تنقول لهم شكرا، يعني كنا تنطمحوا باش نهديو لكم هاد النقاط الثلاث اللي ما كتبش إن شاء الله في المباراة المقبلة إن شاء الله.